هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء. الطقس هيكون معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السنة مشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. دلوقتي في استقرار نسبي في أحوال الطقس، الاستقرار دوت مكمل معانا لحد إمتى؟ وإيه كمان المناطق اللي هيكون فيها فرص للأمطار النهاردة؟ طبعا بالفعل بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية اللي شاهدناهم أمس وأول أمس، وفقا طبعا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتساقط الأمطار على أغلب محافظات شمال البلاد، متوقع اليوم يكون في استقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وده بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، كمان بيتزامن معه أيضا مرتفع على سطح الأرض. ده الموجود المرتفعين هم اللي هيعملوا على حالة الاستقرار في الأحوال الجوية. تلاشي فرص سقوط الأمطار من على معظم محافظات الجمهورية، هتنحصر فقط في بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط سواحلنا الشمالية، وهتكون فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم وغير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بل بالعكس احنا هنحس باستقرار في الأحوال الجوية. كمان درجات الحرارة هتظل منخفضة، تظل حول المعدل أو أقل من المعدل بحوالي درجة، لأن اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي إحساسنا بالطقس طقس خريفي مائل للأجواء الشتوية، لأنه هيبقى طقس خريفي معتدل تماما على أغلب محافظات الجمهورية فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. مع دخولنا فترات الليل وغياب أشعة الشمس هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، هنحس بمزيد من البرودة خلال الليالي اللي جاية، لأن الصغرى فترة الليل هتنخفض في بعض الأماكن من القاهرة الكبرى وتكون 16 إلى 17 درجة مئوية. يمكن كمان المدن الجديدة الأماكن اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير درجات الحرارة الصغرى فيها بتنخفض كمان عن القيم اللي أنا قلتها، فبالتالي هيكون في أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. وطبعا الاستقرار في الأحوال الجوية ووجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا بتكون معاه الظاهرة الجوية المؤثرة دايما هي الشبورة المائية. الشبورة المائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، يعني تؤدي لمزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق، وهي بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني بتتكون في ساعات الليل المتأخر تقريبا الساعة 3-4 الفجر، بتستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس تقريبا حتى الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية هتبقى موجودة معنا، ومع سطوع أشعة الشمس بتبدأ في التلاشي وتبدأ معاها الرؤية الأفقية تحسن على أغلب الطرق. وعلى مدار الأيام المقبلة إن شاء الله هيكون في مزيد من الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية، يمكن لحد مطلع الأسبوع اللي جاي يوم الأحد اللي جاي هيكون في استقرار في الأحوال الجوية، درجات حرارة حول المعدلات ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى، والشبورة طبعا هتبقى مكملة معانا خلال الأيام المقبلة. هننصح بس كل السادة المواطنين، مهم جدا إن احنا الفترة اللي جاية نبدأ نتقل في الملابس بتاعتنا، نبتدي ملابس خريفية، يبقى معانا الجاكيت واحنا خارجين خاصة فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر، لأن احنا هنحس بانخفاض قيم درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. مهم كمان تكون القيادة بهدوء تام مع وجود الشبورة المائية فترة الصباح الباكر، طبعا ونتبع كافة تعليمات المرور، وطبعا نصيحة دايما ان احنا لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، لان فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، فوارد جدا يحصل تغير في التنبؤات الجوية في اي وقت. صحيح. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18، وفي العاصمة الإدارية 25-19، الإسكندرية 25-17، والعلمين الجديدة 24-16، مطروح 25-15، ودمياط 24-18، بورسعيد 24-17، والإسماعيلية 25-18. أما في السويس 26-18، وفي العريش 25-17، كاترين 22-8، وطابة 23-20،
حلايب 27-22، شلاتين 28-22، شرم الشيخ 29-20، والغردقة 28-19. في الفيوم العظمى 25 والصغرى 16، أما في بني سويف 25-15، الوادي الجديد 26-16 وأسيوط 26-14، سوهاج 26-15 وقنا 26-17، الأقصر 27-17 وأسوان 27-17 أيضا. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، عودة مرة أخرى لشاذلي والجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.